بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي موقع طنجة سبورت.com، مرحبا بكم. سأقدم لكم فيديو أبين من خلاله بأن فريق اتحاد طنجة يكفيه الفوز هذا الأسبوع على مولودية وجدة، وتعادل اتحاد أية ملو لتحقيق الصعود، وأن الفريق لا تهمه مباراتي شباب قصبة سلة ويوسفية سبرجيت. في البداية أذكركم بالقوانين التي تعتمد عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ففي حالة تساوي فريقين نذهب مباشرة إلى النسبة الخاصة التي تعني المواجهة المباشرة بين الفريقين، بعدها عدد الانتصارات ثم عدد الأهداف المسجلة. أما في حالة تساوي 3 فروق أو أكثر، البداية تكون بالنسبة العامة، عدد الأهداف المسجلة ناقص عدد الأهداف التي سجلت على الفريق، من بعدها عدد الانتصارات ثم عدد الأهداف المسجلة. الترتيب الحالي للبطولات: القسم الوطني الثاني هو على الشكل التالي: اتحاد طنجة 50 نقطة، المركز الثاني مولودية وجدة 38 نقطة، ثم يوسفية بخشي 39 نقطة، شباب قصبة سدة 36 نقطة، اتحاد أية ملو 35 نقطة. نفترض بأن اتحاد طنجة يفوز في الأسبوع، بما يعني ذلك أن الرصيد ديالو سيصبح 53 نقطة، وسأبين لكم حسابيا كيف أن الفريق لا تهمه مباراتي يوسفية بخشيت وشباب قصبة سدلة لكونهما لن يستطيعا تجاوزه. نفترض أن جميع الفرق التي تتنافس على الصعود ستنتصر خلال الدورة المقبلة، حينها سيصبح الترتيب على الشكل التالي: اتحاد طنجة 53 نقطة، دينا الفرندية بأنه انتصر على مولودية وجدة، يوسفية برشيد وشباب قصبة سدلة نفترض بأنهما ينتصروا كذلك يولي الرصيد ديالهم 33 نقطة، اتحاد أية ملو 38 نقطة، ومولودية وجدة يتجمد الرصيد ديالها 38 نقطة لأنها انهزمت مع اتحاد طنجة. بعد الترتيب تكون باقي 5 ديال الدورات. نفترض بعد ذلك أن اتحاد طنجة سينهزم في مبارياته الخمسة المتبقية، ذلك ما يعني أن الرصيد ديالو يتجمد 53 نقطة. يوسفية برشيد إن فازت في المباريات الأربعة الأخرى قبل الدورة الأخيرة سيكون رصيدها 51 نقطة. شباب قصبة سدلة كذلك إن فازت في مبارياتها الأربعة الأخرى قبل الدورة الأخيرة سيكون رصيدها 51 نقطة. في الدورة الأخيرة سيلتقي يوسفية برشيد وشباب قصبة سدلة، يعني أنه من المستحيل أن يتجاوز الفريقين معا 53 نقطة التي يتوفر عليها اتحاد طنجة. فوز يوسفية برشيد على شباب قصبة سدلة يعني صعود برشيد وطنجة، فوز شباب قصبة سدلة على يوسفية برشيد يعني صعود شباب قصبة سدلة واتحاد طنجة. لكون حتى في حالة فوز اتحاد أية ملو في جميع مبارياتها ستتساوى مع اتحاد طنجة ب 53 نقطة، سيتم اللجوء إلى النسبة الخاصة التي سترجح كفة اتحاد طنجة لكونه فاز ذهابا على اتحاد أية ملو بهدفين لواحد وتعادل معه إيابا بصفر لمثله. كما أنه في هذه الحالة لا يمكن لمولودية وجدة الوصول إلى النقطة 53 لكونها ستكون قد انهزمت أمام يوسفية بخشي في الدورة 26 وأمام شباب قصبة سدلة في الدورة 28. نذهب إلى الافتراض الآخر، هو أن اتحاد أية ملو ومولودية وجدة سينتصران في الدورات الخمس الأخيرة واتحاد طنجة قد انهزم. سيصبح الترتيب: اتحاد طنجة 53، اتحاد أية ملو 53، مولودية وجدة 53. وعندما قلت أن مولودية وجدة سينتصر في المباريات الخمسة، يعني أنني قلت بأنه سيتجاوز يوسفية بخشيت في الدورة 26 وشباب قصبة سدلة في الدورة 28، يعني أن هذين الأخيرين لن يستطيعا الوصول إلى اتحاد طنجة. كما قلت في البداية، بما أن 3 فرق تساوت في النقاط، سيتم اللجوء في البداية إلى النسبة العامة، بعدها عدد الانتصارات ثم عدد الأهداف المسجلة. من خلال هذا الفيديو ما أردت أن أوصله إليكم هو أن المباراة التي تهم اتحاد طنجة هذا الأسبوع هي مباراة اتحاد أية ملو وويدات فاس، فتعادل أية ملو يعني رسميا صعود اتحاد طنجة. وشكرا لكم.